والله اني اقول بعض الحين ليت ابوي حي وشوف الشيء اللي يصير قدامي. والله العظيم اني انا كنت اول هقران وحياتي رضيه تيبه في ناس حبتني من بعدك ما ادري منهم ناس. في يوم من الايام ابوي الله يجعله في الجنه كنت اسعى في علاجه برا المملكه ما كان احد يعرف لكني ام جبعدين ودي ابوي كان حي وهذه معارفي موجوده. حطيت حركي في واحد يجيني واقول لها ابشر بالسعد. انا ادري ان الشهره بتروح وكل شيء بيروح الا الفعل الطيب. انا يمكن اني غلط في حياتي اخطي في حياتي وكثير اخطيت في حياتي اخطيت وطحت وقمت ومشيت تقول اول يا ولد انا ما عاد لي شيء في الحياه في هذا المجتمع. سبحان الله شوف كيف الله شوف انا ما رزقني والله اخوان ولا اخوات الله رزقني بالجمهور اخواني اللي ما جابته منه. كانت الحياه جدا قاسيه علي بشكل مو طبيعي. عرفت اللي حكتني الحياه امي فكت ذهبها باعت كل شيء عندها علشاني. حست انه زي الدين لازم ترده. صرت اجلس مع امي سعود سبحان الله كنت شخص ولا كنت اي حاجه في المجتمع هذا. تدرون في يوم من الايام كانوا يقولون لي العالم الصدق هذا ترى كانت عقده في نفسي انا اللي مربيتني امي وكان اول اسمع كلمه دائما يقولون هالعالم يا رجل هذا مربيته مره صارت تجي علي مشاكل واجب العيد ولا كلمه لها فشل امي يا الله فلان تربيه مره فلان تربيه مره سبحان الله. اليوم الناس اللي كانوا من ربعنا او من برا ربعنا اليوم يجونهم يقولون كذا وقبل ما يكلموني والله العظيم وانا ادري انهم يبوني في الموضوع هذا اقول روحوا لامي لان اللي مربيتني مره روحوا لها. عرفت اللي اجبرهم جبر اخليهم يجون عند امي وامي جالسه كذا ما بيهانه. ياما من الناس امهات ربوا لهم ضباط وربوا لهم رياجيل وربوا لهم الويه ربوا لهم دكاتره الحين يعالجون الناس ترى الام عظيمه. يوم جا اليوم كل ما جيت في مكان الحين اي مكان اروح ترى في كلمه العالم ما يدري عنها تحيه لامي. عرفت اللي صرت كل يوم افتخر منيره صار ولد منيره اخو منيره في كل بيت تسمعها.